العوده ديال المسلمين. انت كتشوف اخويا الزبال راه منتشر في كل وقت في بلاصه، وهادشي ديال الشجر اللي كاينه ودا بوحدو حتى هويا ولا مغطي على شي قبوره ما بقيتيش كتشوفهم كاع، وزياده على التكرفيسه ديال الشتا ثاني حتى اللي طاحت راه شي قبوره دابا ريبين وما ليهم ساكن تما، راه باقي ما جاوش ربما ما سيقينش خبار. حنا على قبل هذه النقطه علاش جينا ملي صبت هاد الشق سمعنا هاد الهضره، جينا الساعه الحمد لله لقينا القبر ديال الوالد راه مزيان، ولكن شي وحدين راه مساكن مكرفسين مقوبين وكل شيء. والنظافه كنتمناو يديروا شي شركه ديال النظافه تكون قابله لهاد المقابر، تنظف وتصبغ الحيوط وتصبغ التروطوارات وتحيد هاد العشوب اللي زايده ودير شي عشوب مزيانه ودير الغرس باش تبان المقبره راه ديال المسلمين مزيانه. حتى دابا كتمشي للبلاد ديال الكفر ما عندهم علاقه بالاسلام كتلقاهم مهرلين في المقبرات ديالهم كيديروا هاك يشعلوا، كتدخل ما كتلقاش الزبل في الارض وداك الشيء ديال الخضوره وكلشي، وحنا اللي مسلمين القبوره ديالنا شو كيديروا لحال حتى كتشوف.